لماذا تزامنت قضية نزول أصحاب القبعات الزرق مع تكليف السيد علاوي لرئاسة الوزراء؟ هل هي جاءت تعمل لتثبيت السيد علاوي أم أنها لديها جانب أو رؤية أخرى قد لا نفهمها؟ وما هو موقف المكلف حاليا مما يجري؟ يعني نبدأ من المكلف. يعني بحسب لقاء لي معه وكان يتواصل بشكل واضح مع بعض القيادات الصدرية لمنع القبعات الزرق من التوغل في استخدام العصي وبعض الآلات الحادة، وأيضا استخدام نوع من أنواع الضرب والاشتباك الذي حدث سواء بالأيدي أو بالعصا. بالنسبة للقبعات الزرق لماذا ظهروا في وقت التكليف؟ واضح مثل ما قال الأستاذ أحمد الأبيض أن سائرون هي القوى الأكبر وراء تكليف أو التوافق على تكليف الأستاذ محمد توفيق علاوي، ومعهم منظمة بدر. ليست كل الفتح هي توافقت على محمد توفيق علاوي، فهناك تحفظ من صادقون، وهناك تحفظ من كتلة السند، وأيضا هناك تحفظ مشروط من عطاء، وأيضا تحفظ مشروط من الفضيلة، بالتالي وهناك رفض أيضا من دولة القانون واضح، أعلن عن ذلك بشكل واضح، ورفض من الوفاق الكتلة السابقة لمحمد توفيق علاوي، وأيضا هناك مغانم مشروطة من تحالف القوى السنية والحزبين الكرديين. لم يبارك بشكل علني ومرحب إلا النجيفي، وهو يعتبر ليس الأقوى والأهم في التحالفات السنية. بالتالي بهذا الوصف أن سائرون أرادت أن تفرض أولا أنها هي الشعب الموجود في الساحات، وهذا واضح كان في التغريدة المباشرة للسيد مقتدى الصدر، وثانيا أن القبعات الزرق أشبه ما يكون بانضباط للساحات لقبول بهذا الخيار لثلاثة أسباب بينتها مجمل التغريدات وسؤالات لصالح محمد العراقي. إنهم كانوا يخشون من فتنة كبيرة، وأن هذه الساحات فيها كما يزعمون أنها فيها مندسين، والثالثة أن الشارع وصل إلى حد لا يطيق هذه الاستدامة وهذا الصمود للاعتصامات لهذه الشهور. العراق لم يشهد هذا النوع من التظاهرات المستدامة في هذه الديمومة، بالتالي أظن هذه الثلاثة هي التي كان السبب ظهور القبعات الزرق مع إعلان تكليف محمد توفيق علاوي.